ده يلا هي 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 زيد قدام انا احنا في لندن جينا بالمناسبة ديال الفريق الوطني اللي انتصر على التير 4-0 وحنا مع الجماهير المغربية من شمال المغرب من العريش ومن طنجة. هاد الناس اللي كيحبوا البلاد وكيبغوا البلاد. احنا وسط لندن كناكلوا بيسارة وناكلوا السوسيد وناكلوا اي حاجة كاينة هنا الحمد لله. والمغاربة اللي هنا في لندن شولات الشمال راه مغاربة حرين كيموتوا على البلاد. دويدا صح 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 صح